رديت طلعنا بيان قوي أول مرة يعني على حسب التدخل هذا. لا طبعا مرفوض قطعا مانيش قابلين خلاص هذه ولا واحد ولا أوروبيين ولا أي واحد، هذه ما في حتى كلام ولا هو في خط أحمر. السيادة الجزائرية سيادة القرار الجزائري. لا وأقول وأضيف أن مهما كان الظرف، مهما كان الميل السياسي، مهما كان الانتماء السياسي لكل المواطنين الجزائريين، هذا شأن جزائري، لا مجال لأي شخص آخر خارج عن البلد أن يتدخل في شؤوننا. شكرا لك معالي الوزير. هكا ولا لا؟ بارك الله فيك.